سليم. ايوه ده في حياتي ادهم. ماله؟ ده ورث يا طلعت. بالمستندات هو ملوش حاجه عندك. ليه؟ لانه بالمستندات وبحكم المحكمه هو مش اخوك. انت عايز ايه؟ ده كلام. انا اخوك وليا ورث وجاي اخده. ايوه طلعت عايزك تكلم حد في الداخليه ضروري. اه في حد كده عايزين نربيه. انت ادهم المهدي؟ ايوه انا ادهم المهدي. خد لي يا ابني انت اول حاجه دي على البوكس. انت مشارك واحد ضابط كبير؟ اه شريكي. لو الراجل ده عايزنا اشتغل معاك فانا ليا طلب. ازاي اقول لهم يلغوا حلقه بتذاع الهوا؟ دكتور حماد طالع معايا النهارده بالليل. اعمل لها اللي هي عايزاها. ودينا انا مش عايز مشاكل من النوع ده تتعرض عليا تاني. بصي من الاخر انا ما اعرفش حاجه. واضح كده ان سلمى نمره تستضيفه بالليل. خلي بالك هجيب حاجه المنظر وين. فهل يا ترى موضوع الفضيحه اللي عرفناها مؤخرا والموظف اللي كان في مكتب السيد رئيس الوزراء كان ليه دور في تجاهل الدراسه؟ ده بقى اللي هنتكلم فيه دلوقتي مع السيد رئيس الوزراء شخصيا. طالبه زياده 2 مليون وشاهين ده تمشي. في خلال شهرين من النهارده هنفتح 3 قنوات جديده. قناه ام سي سبورتس، قناه للدراما والمنوعات، وقناه ام سي اخبار. دي من ملفات امن الدوله شخصيا، بس افضل انك تبتدي بتاعها. ايوه. سليم بيه، في واحد من المباحث عايز حضرتك بره. جالنا بلاغ ان والد حضرتك ما ماتش موته طبيعيه. وعايزينك تيجي معانا. لأن أنت المشتبه فيه الوحيد قدامنا في الواقع. خليك أنت هنا. مساء الخير سعادتك. أحسن. أهلا سيد المستشار. إزيك؟ اتفضل. والله ما عارفين نقول لسعادتك إيه. يا باشا إحنا ما عملناش أي حاجة. ما هو ما كانش ينفع إن أنا أنزل سليم بيه في الحجز مع المساجين وأصحاب السوابق. وبعدين الموضوع بسيط هيتعرض على النيابه بكره، يعني مش محتاجه بهدله. لا بكره ولا حاجه، انا كلمت وكيل النيابه وهو منتظرنا دلوقتي. تمام تمام. معلش يا سليم بيه انا هطلع بس معاك واحد عسكري. يا خبر يا فندم ده كفايه ذوق سعادتك. طريقه للنيابة ومن خلال مصادر القناة عندنا عرفنا ان سليم عادل المهدي اتهم بقتل والده رجل الاعمال الاستاذ عادل المهدي. دي طبعا فضيحة حقيقية. ايوه كده يا فرج الله. اديني يا ابني استاذ جابر. ايه يا جابر بقول لك ايه؟ انا عايز الموضوع بتاع سليم ده يفضل على الهواء طول اليوم النهارده. لغايه برامج عندك. طلع واحدة. اقول لك طلع 500 وحدة. وخلي المذيعة اللي عندك دي تاخد اتصالات. ايه؟ لا 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 انا اللي هكلم الواد شريف يظبط لك كام مكالمة حلوين. تمام. مش عايز اوصيك يا جابر. طيب. خليه يطلع القنوات دي هناك بقى من ترى. حضرتك شايف اللي بيحصل؟ انا ما اقدرش اتدخل. وبيني وبينك ماليش أي مصلحة. لو النيابة النهاردة ما أفرجتش عنه يبقى موقفه صعب وده هيخليني أصرف نظر عن الحكاية كلها. يعني اللي بيحصل ده يا فندم؟ اللي بيحصل ملوش أي علاقة بينا. ده مش أسلوبنا. مش هنلفق تقم لواحد عشان نضغط عليه. في وسائل تانية فعالة أكتر. ماشية في طريق غلط أنت برضو يا نوسة. طريق اخرته مش كويسه علشانك. بس خلي بالك انا مش هسمح لك تكملي فيه. سمعت انا الكلام ده فين قبل كده؟ مش ده باين الكلام اللي انا قلته لك لما كنت عايز تتجوز الرقاصه اللي مصاحبه واحد صاحبك؟
ولا قلتوا لها هي؟ مش فاكرة. خليك في حالك يا أخويا عشان مش على آخر الزمن أنت اللي هتيجي تعمل عليا راجل. ها؟ هنعمل إيه؟ لو طنشنا يبقى شكلنا وحش قوي. يعني نزيد في الزيتة؟ لا بس ما ينفعش القناة كلها تبقى شغالة على الموضوع ده وإحنا بنذيع أغاني. إحنا ما نقدرش ندافع عنه وتحقيق لسه شغال. هتحصل مشكلة والقناة ممكن تتقفل خالص. طب أنا آسف، أنا ممكن أقترح حاجة؟ اتفضل. إحنا يعني ممكن مثلا نستضيف حد محامي أو متخصص في القانون، نتكلم مثلا عن القضايا اللي فيها عيوب في الإجراءات، أو مثلا التهم اللي اتوجهت لناس في أقل من يومين ثلاثة وبعد كده اتضح إنهم ما عملوش حاجة. فكرة حلوة على فكرة. نبقى دافعنا عنه بطريقة غير مباشرة. بالظبط. تعرف تشوف محامي؟ آه ممكن أكلم عبد الفضيل البريشي. طيب خليه يجي لك قدام النيابة. شادي. أيوه. اطلع غطي معاهم الموضوع. حاضر. ده ايه ده يا ست المستشار؟ ده حرز بعتناه المعمل الجنائي عشان يتحلل، اتضح ان اعشاب سامه تناولها بيؤدي للاصابه باعراض تشبه اعراض الازمه القلبيه. وده لقيتوه فين ده؟ النيابه اصدرت قرار بتفتيش منزل الاستاذ سليم بناء على بلاغ بيفيد بانه قتل السيد عادل المهدي، ولما فتشنا لقينا عنده الاعشاب دي. النيابه لما امرت بالكلام ده انا كنت فين؟ والمتهم كان فين؟ والقانون اللي سيادتك درسته كان فين؟ أفندم واضح إن سيادتك يعني ما قريتش قانون الإجراءات الجنائية كويس. سيادة المستشار أنا محترم سيادتك جدا لأنك أستاذنا ودرست لي أنا شخصيا في الكلية، بس واضح إن أنت كنت غايب في اليوم ده. سيادتك المادة 100 الفصل الرابع من الباب الثالث في الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية بيقول تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز إلا بمقتضى أمر قاضي التحقيق. المادة 92 بتقول سيادتك إيه بقى؟ يحدث التفتيش في حضور المتهم أو من ينيب عنه إن أمكن. ده المتهم وده من ينيب عنه. كنا ساعتها فين بقى؟ وبعدين ما يمكن الضابط اللي راح يفتش دس الأعشاب دي في البيت من ورانا وجي قال لسيادتك ان لقاها هناك. اسمح لي، ده عيب واضح في الاجراءات وكان لازم يبقى فيه تروي من قبل النيابه قبل استدعاء موكلي بالشكل ده وتهديد اسمه ومركزه والاضرار بمصالحه وشركاته والفضايح دي كلها. يا فندم الراجل اللي باع الاعشاب دي هو اللي بلغ عن الاستاذ سليم وقال ان هو اشتراها منه بنفسه، وفجاه السيد الوالد مات باعراض تشبه اعراض الازمه القلبيه، والمستفيد الوحيد من الموضوع ده كله هو الأستاذ سليم. علشان كده أنا هخلص الموضوع ده تماماً والنهاردة حظر أمر بتشريح الجثة. يا فندم أنا بعد إذنك، أنا بتهيألي إن أنا عرفت أصل الموضوع خلاص ومش هنحتاج تشريح ولا حاجة، أنا بس محتاج أتشاور مع المحامي بتاعي. ده بعد إذنك طبعاً. طبعاً أدهم، أنا متأكد هو اللي دس الأعشاب دي في البيت وهو اللي بلغ أو جايز حد تبعه. أنا عارف كويس أوي أنا بقولك إيه. طب أنا هتصرف. الو، ايوه نصر، اسمع اللي هقوله لك كويس وتجيلي حالا على النيابه. انا نصر يا فندم، المسؤول عن فيلا سليم بي. مسؤول عنها ازاي يعني؟ اللي هو يا فندم مدير البيت، السفراجي، البواب كده يعني. الاستاذ ادهم اخو سليم بي حسب ما انا عارف يعني. من يومين كده الاستاذ ادهم دخل البيت ما كانش فيه اي تنبيهات من سليم بيه عن دخوله او عدم دخوله. المهم انه دخل وقعد في الريسبشن وانا شفته يا فندم معاه كيس صغير كده زي ده. ايوه يا فندم هو ده. ما سالتوش عن محتوياته؟ محتويات يا فندم؟ انا قلت ده كيس شاي، كيس عادي، ما اعرفش ان هيطلع حاجه تانية يعني. ويا فندم اول ما حس ان شفته ندهلي واداني 100 جنيه وقال لي اوعى حد يعرف ان انا موجود هنا، انا عايز اعمل مفاجاه لسليم بي. المساله واضحه سيادتك، ما هو الا بلاغ كيدي كاذب، وادهم ده هو اللي دس كيس الاعشاب في البيت. يعني خلافات على الورث، ده واد دجال وساحر واحنا عارفينه كويس. وعلى فكره له سبب.
هو فعلا سيادتك اول ما وصل سليم بيه دارت خناقه بين ادهم بيه وسليم بيه على موضوع الورث ده. اخر حاجه كنا محتاجينها موقف زي ده. دي دعايه سيئه جدا. مفيش حاجه اسمها دعايه سيئه، لو استغلنا اللي حصل صح هنستفيد. المهم بس نخلص من اصل المشكله. استاذ طلعت ممكن نعرف منك حقيقه البلاغ ده سليم؟ ممكن سؤال بعد اذن حضرتك؟ ما هو الا بلاغ كيدي كاذب والنيابه تتجه لحفظ التحقيق. عن اذنكم عن اذنكم. استاذ طلعت سؤال بعد اذن حضرتك. شكرا 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 شكرا. انت مش قد الناس دول يا ادهم. مهما كنت ذكي او شاطر كل واحد ليه حدود. عرفت عني قبل كده اني معرفتش اعمل اللي انا عايزه؟ لا بس كل اللي انت كنت عايزه تبقى ساحر شاطر، تعمل تركيه بعد تركيه وخلاص. طب وايه الفرق؟ لا في فرق، انت مش واقف قدام جمهور مش عارف سرك، انت بتحارب ناس بسلاح هم اللي بدعوك، ناس ايديهم طايله ومعاهم امكانيات مش معاك، يعني بشويه تركيز هيفقسوا كل حركه انت بتفكر فيها، يمكن قبل ما تعملها اصلا. وانا نفسي طويل وما ورياش حاجه، ومع الوقت هتعلم اغلبه، ما تقلقش عليا. انت ملفق تهمه زي دي لواحد زي سليم المهدي وقاعد مستني هيرد لك الضربه ازاي وعايزني ما اقلقش عليك. انا مش قاعد مستني هيرد لي الضربه ازاي، انا قاعد بجهز للضربه اللي جايه. وهو هيسيبك؟ اه الحمد لله تمام. ايه بقى اللي حصل لسليم ده؟ والله ما عارف، بس اقول لك على حاجه هيخرج منها. انت شعرفه بقوله كده. انا بصراحه ما اعتقدش انه يقتل بابا، كبيره قوي دي. والله ولا انا عشان بس يعني من خلال خبراتي بالناس اللي من نوع سليم ان اللي بيحصل ده حرب، حرب بين منافس عدو، بس سليم اللي هيكسب في الاخر. وانت شعرف؟ اولا خرج من النيابه، ثانيا النيابه ما امرتش بتشريح الجثه، ده معناه ان اللي عمل كده اضعف من انه يثبت اي حاجه. ممكن. اه صحيح انت كنت عامل تقرير حلو قوي عجبني. بجد؟ أنا آسفة بقى يا سيدي، دخلنا في موضوع سليم وكده ونسيت الموضوع الأساسي اللي أنت كنت عايزني عشانه، كان إيه بقى؟ إن طب اشربي حاجة الأول طيب؟ اشربي حاجة. بشرب. كل حاجة طيب؟ تعرف إيه اللي بيحصل للناس ما بيعملوش حاجة؟ ما بيحققوش حاجة. ما قدرتش أكلمها علي. شفت من نزلت قابلتك اهي؟ ايوه المفروض يعني لما تنزل تقابلني انا اقابلها بالمأذون. سيدي كلمها ولو ما وافقتش بقى انت ما خسرتش حاجه. يا ابني انا بقول لك كلمها، بقول لك روح قول لها بحبك وحشتيني مش قادر اعيش من غيرك والجو ده. الكلام ده خلص خلاص. خليني بسيط. ولا عايز ابقى اشوفك، تيجي نبقى ننزل في فيلم حلو في السينما تعالى نخشه كده السكه دي. طب والله تيجي بات معايا يعني، هل اللي بتقوله ده صعب؟ ماشي صعب، بس ايه رايك بقى ان ده انسب وقت ليك انك تكلمها؟ اشمعنى بقى انا انسب وقت؟ انها لسه زي الشغل وقاعده في البيت وثقتها في نفسها مهزوزه. تقوم انت بقى نازل بالصدر حنين. امبيونس اسمع بس كبيره لعمو علي. دغيه كبيره لعمو علي بس صعب لان انا مش هستغل الظروف. اللي بتقوله ده صعب علي. دي حاجه كويسه قوي يا شادي. هتخليك تعرف تنام النهارده كويس. بس لما تيجي تسال نفسك بقى انا ليه ما كلمتهاش؟ هترد تقول ايه؟ لا معلش يا جماعه اصل ما بحبش استغل الظروف. ما تستغل الظروف يا شادي في ايه؟ بتزعل يا علي، انت ليه مصمم تعرف القناه كلها؟ انت هتجيب لي غلطه. طب ما تهدأ علي في ايه؟ سالي ممكن اسالك سؤال؟ خير. هو انت بتروحي في حته تانيه غير الشغل؟ اه طبعا بروح. بروح بيتنا وبروح اشتري حاجات وبتشعبط في الاتوبيسات وبتمرط في الشوارع، عاوزني اروح فين تاني؟ انت ليكي اخوات؟ اه. واضح ان انا تقيل على قلبك ولا؟ يا عم لا تقيل على قلبي ولا حاجه. الواحد اخر اليوم بس بيبقى مش طايق نفسه. اه احنا فعلا اخر يوم. بعدين طبعا انت طول اليوم وشغاله والدنيا زحمه وناس سكرانه عادي. بس انا زميلك ومش سكران ويعني ممكن نتكلم انا وانت، ممكن نتكلم مثلا في مواضيع كتير، يعني ممكن مثلا نتكلم في موضوع زي مثلا انت. واضح ان انا ضايقتك؟ لا ما ضايقتنيش ولا حاجه. انا عارفه ان انا ساعات ببقى رخمه قوي. ايه؟ هيا يا امي. ايوه يا ادهم، انت كويس يا حبيبي؟ انا كويس الحمد لله. خير في حاجه؟ انت بعت لنا حاجه النهارده على البيت؟ بعت لكم حاجه يعني؟ مش فاهم. لا ما بعتش. ما اعرفش، في ناس كده جابوا لنا لفه وقالوا لنا انها من عندك ونزلوا على طول. شويه كده ولقيت البوليس جه وسال عليك
وبص على اللفه دي وخدها معاه. طيب انتوا كويسين؟ طمنيني عليكم. احنا كويسين الحمد لله، مفيش حاجه. طيب خلاص ما تشغليش بالك انت. ما اشغلش بالي ازاي بس؟ اللفه دي فيها ايه ادهم؟ اسمعي كلامي بس وانا بحكي لك على كل حاجه. طب هكلمك تاني، مع السلامه. عامل ايه نجم؟ قول لي انت. في جواب استدعى من نيابه ليك جوه على مكتبي. ليه؟ مش عارف ومش عايز اعرف. انت عارف ان احنا داخلين على موسم اجازات، ولو اتكرر الموضوع ده كتير هيضر المكان، وانت عارف كويس المكان له سمعته طبعا. ما ينفعش كل يوم التاني يجي لي ظابط واستدعى من النيابه والله اعلم ايه تاني. حل مشاكلك. السفراجي اللي شغال عند سيمي المهدي شافك وانت بتدس الكيس ده عنده في البيت. حصل. يعني انت معترف؟ معترف. سجل لي يا ابني الاعتراف ده عندك. والكمية دي لقيناها واحنا بنفتش البيت عند والدتك، وقالت انها مبعوتة من طرفك، والجيران اكدوا انها من طرفك. انا ما بعتش اي حاجة. الاعشاب دي من نفس النوع اللي انت دسيته ببيت سليم. شوف يا باشا، وانا ما بعتش حاجة، بس لو ساعتك يعني متأكد انها نفس الاعشاب فانا ما عنديش مانع تعتبرني انا اللي بعتها يعني عادي. يعني انت بتعترف ان في حياستك اعشاب سامة وكمان بتلفق تهمة لسليم المهدي؟ لا. بتستهبل. طب معلش يا باشا، ممكن كوباية مية بعد إذنك؟ معلش. معلش بعد إذنك. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ معلش يا باشا، واضح إن في سوء فهم بس ولبس في الموضوع. أنا هوضح لسيادتك حالا. بس المشكلة بس بتحتاج مية سخنة عشان تدوب كويس يعني. كراوي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا باشا ده ملاين كتبه لي واحد عطار ابن حلال عشان لما اخذه يعني بيجي لي امساك. اهو يا باشا اهو. لو مش مصدقني سعادتك ادي الاعشاب وادي المايه. جرب بنفسك يا باشا. اتصل يا ابني بدكتور الطبيب الشرعي اللي عمل التقرير ده. ايه ده؟ ده التقرير اللي سيادتك بعته لي. انا عملت تحليل فعلا للاعشاب دي وكتبت تقرير، بس مش هو ده التقرير اللي انا كتبته. يعني دي اعشاب ملينه فعلا؟ طبعا. يتم اخلاء سبيل ادهم عادل المهدي بضمان محل اقامته. فاهم هو الجرام ده بيهرف دمكم انت وامك عادي؟ اتكلم كويس. بتبعت سم لامي وخالي؟ عايز تموتهم؟ انا مش عارف انت بتتكلم عن ايه. لا يا شيخ، انا كل اللي عملته اني رديت الهديه الكميه اكتر. عشان كل واحد ومقامه. المهم تكون الرساله وصلت، وعشان انا عارف ان فهمك على قدك هوضحها لك. مكان امك وخالك انا عارفه، ومهما حاولت تخبيهم مش هيبقوا بعاد عن ايديا. الزم حدودك يا اما ما تزعلش من اللي هيحصل لهم. كده غلط. ممكن يكون بيسجل لك. وانا قلت ايه غلط؟ حللي المشكله دي، طلعت وحيت ابوك بدل ما تقعد تقطمني وخلاص. خلاص انا هتصرف. ايوه ايوه سلام عليكم. دكتور
ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ يا رمضان يا رمضان، ايه النور ده يا حبيبي؟ ايه النور ده؟ ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك ايه؟ دي كلمه تتقال للراجل؟ انا لو عليا عايزه اشوفه كل يوم، بس كونه يسيب شغله ويجي فجاه كده يبقى اكيد الموضوع كبير. في ايه يا ابني؟ طمني في ايه؟ اروح يعني ولا اقفل الباب؟ انت صدقت؟ اقفل الباب طبعا. طمنين، انت عامله ايه؟ الحمد لله. خش يا دنيا. تعالى يا حبيبي، انا لسه اشوف لك برنامج في التلفزيون زي الصحراء بتوع بره دول، ديفيد كوبرفيلد وبتاع، انت مش اقل منهم. ربنا يسمع منك يا خالي. ان شاء الله. انا سمعت ان اخوك فتح قنوات جديده كده وبتاع، ها روح له كلمه بالعقل كده وبالموده والمحبه، ان شاء الله ترجع الامور زي ما كانت وتعمل البرنامج وتكسر الدنيا. جميل انت والله يا خالي، كل حاجة عندك تمشي بالمحبة والمودة. لو الدنيا كلها ماشية كده كان زماننا عايشين في جنة. احنا لا عايزين حاجة من اخوك ولا عايزين نحتكي بيه، كفاية المصايب والبلاوي اللي جات لنا من تحت راس امه. سيبوا ايش بفلوسنا؟ فلوسنا، اتفضل يا سيدي. ما فلوسكم فعلا يا رباب الله. يا سيد، يا سيد بلاش السحابة اللي انت طاير فيها دي، وبص حواليك وشوف احنا فين وهم فين. ادم يا حبيبي، هو اللي حصل ده والحاجات اللي جات البيت ليها علاقة بمشكلة بينك وبينه؟ هو انت مش قلتي ما حصلش حاجة؟ اتفضل يا سيدي، عاوزني اموت عليه من الخوف. قولي لي الصورة اللي انت معلقها جوه دي لسه سايباها يعني؟ ما تغيرش الموضوع. لسه بتعتبريه ابويا وكده؟ امال هو ايه؟ مفيش فايدة. بعد كل اللي حصل ده لسه بتشتري اللي باعك، بتشتري اللي رمان انا وانت وما سالش فينا. بقول لك ايه يا ادهم، انا مش هسمح لك بعد كده انك تتكلم عن ابوك باي كلمه وحشه. انا مملوش في الدنيا ديت غير علاقتي بيه وسيرته الطيبه ليا. اذا كنت انت يا ابني بتعتبر ان الكلام ده كلام فارغ، فهو بالنسبه لي كلام كبير وكتير جدا واغلى عندي من اي فلوس ممكن تتخيلها. ايوه بس ده ورثه ولازم يحارب علشان ما تبصليش، مهما تبص برضه مش هتنجح انك تخليني اغير موقفي واقول غير كلمه حق. اسلم فمك يا خالي، انا عايزك يا امي تطمني، انا عامل حساب كل حاجه، مفيش اي حاجه وحشه ممكن تحصل لي ولا هسيب حاجه وحشه تحصل لكم. وانا جاي لك النهارده مخصوص عشان اقول لك انا عايزك انت وخالي تقفوا في ظهري، تسندوني، ما تتهزوش من اي حاجه. ايوه اللي حصل والحاجه اللي جت دي ليها علاقه بمشكله بيني وبين اخويا، وعلاجها الوحيد ان انا اخد حقي. بس انا مش عايز ابقى بحارب وانت بتشديني لورا. ابوس رجلك يا امي، مش عايزك تكسري مقاديفي. ولو انت بتحبيه صحيح زي ما بتقولي اقفي في صفي، عشان رجوع الحق لاصحابه دي الحاجه الوحيده اللي هتخليه نايم مستريح في تربته. ازيك يا مدحت؟ اهلا. ازيك يا استاذ نشأت؟ في حاجه ولا ايه؟ انا قلت اجي اقول لك بنفسي بدل ما تيجي وتتفاجئ. خير؟ في اداره جديده اجرت المسرح ومش عايزاني، والناس اللي جم معاهم برنامجهم كمان وانا معاهم برنامج ولا حاجه، مفيش غير النمره بتاعتنا بس هي اللي اتلغت. انا متاكد انك ممكن تلاقي شغل في اي حته انت عايزها ومش هيبقى صعب عليك، لكن ما اظنش هيدفعوا لك اللي انا بدفعه ابدا. انا حاولت اتكلم معاهم كتير قوي بس للأسف مفيش فايدة. لو عايز نصيحتي شوف الراجل المسؤول على الإدارة واتكلم معاه بنفسك. أتكلم معاه في إيه؟ أنت نجم المسرح بتاعنا وفي ناس بييجوا يتفرجوا عشانك مخصوص، ولو اللي هأجر مسرح ده راجل أعمال وفاهم كويس أكيد هيخاف على فلوسه. مين الراجل ده؟ أنا معرفوش، لكن أعرف المحامي اللي شغال معاه وماسك عنده كل حاجة. أستاذ أنا خليه اتفضل. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. حضرتك المحامي بتاع سليم؟
سليم بيه اهم عميل عندي. واشتريته من المسرح عشان تمشوني منه مش كده؟ احنا اجرناه بس. اجرتوه؟ يعني هو عنده استعداد يخسر فلوس ويمشيني من شغلي احسن ما بمنتهى البساطه يديني حقي في الورث. ونخسر ليه بس يا اخ ادهم؟ ده مجرد استثمار يعني. سنه سنتين بالكتير وهنرجع الفلوس اللي احنا دفعناها، او على الاقل يعني جزء كبير منها. اما بقى بالنسبه لموضوع الورث، رغم اني مش مخول من سليم بيه اني اتناقش معاك في تفاصيله، لكن الموضوع مش زي ما انت فاهم خالص. انت ممكن تلجا للقانون وده حقك طبعا. ساعتها هتعرف اللي انا بقوله. من الاخر كده، انتوا عايزين مني ايه؟ سليم بيه جايب لك عقد خرافي في دبي. دبي؟ بالظبط. انت ساحر وموهوب وفي متعهدين حفلات بيشتغلوا عند سليم بيه في القناه. قدروا يجيبوا لك عقد كويس جدا. العقد اهو. هتشتغل في فندق 5 ستارز 4 أيام في الأسبوع بمرتب 15,000 دولار. يا بختك يا سيدي. ابعد عن سليم بيه. حتى ما تشكروش. أنا كل اللي يهمني إن اللي بينك وبينه ينتهي تماما. قلت إيه؟ موافق. عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا جايبة معايا ورقة مكتوب فيها كلمة رسمية، أو بالمعنى الأصح مش عارفة ليه هتكلم رسمي. أنا شايفة إن كل الناس اللي معانا في القاعة النهاردة أصدقاء أعزاء، والحكاية مش مستاهلة رسميات خالص. هي مرضت امبارح. طبعا أنا الشرط الجزائي. تقدر تدفع ابوه جوزها لسه عامل امبارح صفقة سلاح لليبيا ب 100 مليون دولار تقريبا. بسم الله ما شاء الله. امال بيقولوا حكايه تجارة السلاح دي اشاعة؟ بالظبط زي ما حكيت ان هو متجوز عليها الممثلة سامية منصور اشاعة، ودلوقتي عندها منه 3 عيال. وحاسبكم دلوقتي مع العقل اللي ورا كل النجاحات دي، معاكم سليم عادل المهدي. في الحقيقة هي تجربة عظيمة. من أول يوم فكرنا أنا والدي الله يرحمه إن إحنا ننشئ قناة، قررنا إن القناة دي هنعملها زي أي مشروع تجاري. أبداً مش هتبقى واجهة لتسويق منتج تاني أو مجرد نافذة إعلانية وخلاص. لا، احنا قلنا ان ده هيبقى مشروع لوحده، ومش بس هنستنى منه انه يغطي تكاليفه، لكن كمان هنستنى منه ربح بشرط ان المحتوى ما يتأثرش. بالعكس، احنا دايما كان عندنا ايمان بأهمية وحتمية تقديم محتوى محترم وراقي للمشاهد. اهتمامنا بالمحتوى كان ليه اثر كبير جدا. الحمد لله مشوار طويل قوي ابتدى بشركة صغيرة للدعاية والإعلان، وعلى فكرة الشركة دي كانت رائدة في المجال ده. المشوار ده انتهى لحد اليوم اللي احنا واقفين فيه. يسعدني ويشرفني النهاردة ان انا اعلن لحضراتكم ميلاد 3 قنوات جداد هينضموا لقناة المهدي العامة. قناة AMC سبورت، قناة AMC الدراما والمنوعات، وقناة AMC اخبار. الحقيقة في حاجة واحدة بس عايز اقولها، والحاجة دي مهمة جدا بالنسبة لي وبجد تشرفني وتسعدني، ان احنا ما استعناش بقى حد من بره. احنا مؤمنين جدا 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 بالكوادر اللي ابتدت عندنا في القناه. عارفين كويس قوي هم اتجهزوا ازاي، وعارفين كويس قوي كم الخبرات اللي اتراكمت عندهم، وعارفين ان هم مؤهلين جدا جدا لقياده اعلى المناصب. الكوادر دي اللي سهرت على دراسه خطه القنوات الجديده هي نفس الكوادر اللي هتدير القنوات دي. يسعدني دلوقتي نعلن لحضراتكم اسماء رؤساء القنوات الجداد. الإعلامية الكبيرة دينا عبد الحي، قناة AMC سبورتس هيديرها الكابتن سامي صلاح، قناة AMC دراما هيديرها المخرج شريف نصر الدين، وأخيراً
قناة AMC أخبار هديرها المذيعة الشابة الجميلة شهندة حلمي. بتمنى لحضراتكم التوفيق وبشكركم جدا جدا جدا. ماشي ماشي يا اخويا ماشي. قولي بقى يا رجب طمني ما عملت ايه؟ من بكره هننزل اخبار في الجورنال عندنا انه بياخد تمويل من اسرائيل علشان يعمل القنوات دي كلها. والناس هتصدق؟ دي اكتر حاجه الناس تحب تصدقها. امال يعني هيكون جاب الفلوس دي كلها منين؟ في بلدنا اي حد معاه فلوس بيبقى مدان الى ان يثبت العكس. المهم عكس ده يتاخر شويه لغايه لما نظبط امورنا. هنشوشر عليه جامد ومفيش حد من بتوع الاعلانات هيقدر يقرب منه. الورق ده كله لازم يبقى جاهز بكره الصبح. اوكي تصبحوا على خير. انتي من اهل مساء الخير يا ناسا مروه. مساء النور. هو حضرتك اخو ادهم عادل المهدي؟ اه ما هو الشبه برضه قريب جدا. اهلا وسهلا. في اي حاجه اقدر اعملها لك؟ في الحقيقه خير. وانا بس مش عارف ابتدي ازاي. هي خدمه غريبه شويه بس اللي شجعني ان انا اطلبها منك انك بالنسبه لك مش هتبقى اول مره يعني. يا فندم لا انا مش عايز حضرتك تفهميني غلط. انا عارف كويس قوي اخلاقك وعارف انت عملتي ايه ورفضتي تعملي ايه. انا حتى بالاماره عارف اسم حضرتك الحقيقي. وحضرتك بتتكلم عن ايه؟ انا مش فاهمه. افهمك. انا عايزك تعملي في سليم نفس اللي عملتيه في جوز امك. ايوه عايزك تقتلي سليم